السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت قبل كده، اللي داخل في انترفيو وبتاع إشارة معانا الأسئلة عشان نعرضها للزملاء ونحاول نجاوب على قد على قدر المستطاع يعني. فواحد زميلنا بيقول أنا عملت انترفيو مع شركة في شركة سعودية يعني، وبيضت الأسئلة. أول سؤال طبعا هو كتب ما شاء الله يعني كل حاجة تمت معاه. لغة الإنجليزي بتاعتك عاملة إزاي؟ ممكن تقدم لنا نفسك بالإنجليزي؟ فعشان كده لازم تبقى أنت، لو أنت حتى نص نص في الإنجليش، حاول تطور موضوع انك ازاي تقدم نفسك بالانجليزي وتعرض خبراتك ومهاراتك وازاي هيقدروا يستفيدوا منك في الموقع او في الشركة بتاعتهم. تاني حاجة بيقول لك عندي دخلت الادارة بتاعتك في بداية يومك ولا حاجة او بعد البريك يعني، لقيت كرين بيرفع طرد وزنه 6 طن بالنص، الكلام ده بالنص، طرد بيرفع كرين بيرفع طرد 6 طن، كرين مركز على الارض بيرفع طرد 6 طن، هيطلع على ارتفاع او مبنى ارتفاعه 30 متر، وفي ناس واقفة فوق تستقبل الطرد، والاريا حوالين الكرين مش متأمنة او كده يعني. موقفك او رد فعلك هيبقى عامل ازاي؟ سؤال جميل جدا. انا يعني معظم الاسئلة هتلاقيها بنفس الطريقة كده، أسئلة بتقيس التفكير، بتحتك بالخبرة على أرض الواقع، مش أسئلة بقى وأرقام ويطلع وينزل وطير والحوارات دي كلها يعني. طيب أنا هعمل إيه؟ هبص يعني خلاص أنا دخلت لقيت الشغلانة بتتم، أهدى كده. ما أول حاجة أعملها أخد صورة ايفيدنس، أقل في أقل من ثانية أخد الصورة، ما أعملش مشاكل وأزعق، ركز كده وبص على الحاجات الكريتيكال. يعني هو مديك سبيسيفيكيشن معينه، هو عايز يوصل لتفكيرك انت ادرى بالنقاط دي ولا لا. اول حاجه طرد بيتم رفعه من خلال كرين، تمام، وفي ناس واقفه فوق على ارتفاع عشان تستقبل الطرد ده. فبعمل ايه؟ اول حاجه بقول لك يعني اول سؤال، كرين مركز على الارض، يبقى اشوف منطقه التركيز، اشوف الارض تحت الكرين عامله ازاي، ستيبل ولا منخفضه، الاوت ريجرز بتليك ولا وتقلب ولا الدنيا تمام. يبقى انا باكد الدنيا تمام من ناحيه تركيز الكرين. تاني نقطه بيقول لك طرد وزنه 6 طن، اروح اشوف في ثانيه اشيك مع الاوبريتور او الريجر سرفايزر من الكلام ده كله، اشوف الكباسه بتاعت الكرين مناسبه للطرد ولا مش مناسبه، هل هو عمل اوفرلود، هل هو عمل باي باس ولا لا، تمام. بعد كده بيقول لي ناس على ارتفاع والمنطقه حوالين الكرين مش متامنه، فباكد هل في ناس بقى رايحه جايه بتاعت تحت الطرد ولا لا، لا قدر الله الطرد لو وقعت تبقى مصيبه يعني، تمام. فباكد ان مفيش حد موجود في الاريا، او على الاقل مستخدمين بنك اسمها من حد ومن حد ان هم يكونترول للاريا دي، ناس على ارتفاع فوق عشان تستقبل الطرد، اكد الناس دي محميه ولا لا، تمام. هاكد الناس ديت لو هي على ارتفاع ومحميه مش هيعملوا اوفر ريتشنج، هيوصلوا للتاج لاين ازاي، ما يروحش الواد يعدي من فوق الهندريل كده ويستقبل الطرد تلاقيه واقع ميت بتاع 30 متر. هي دي الحاجات اللي باخدها بعين الاعتبار. اي لاج بوينت في النقاط الكبيره دي توقف بقى وتعمل ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا مفيش لاج بوينت، والدنيا زي ما انت شايف كده، وتقدر تحل على ارض الواقع وانت واقف، حل وسيب الشغل تشتغل وكمل، وبعد الشغل بقى اعمل الانفستيجيت بتاعك مع المهندس، ليه عملت كده، ويعني احنا قصرنا معاك في ايه، ليه ما خدتش بيرميشن مننا، ليه ما عملتناش نوتيفيكيشن، ليه ما فيش ليفتنج بلان، ليه الكلام ده، تصحيح العمل، ايه الحوارات دي كلها يعني. بعد كده بقى تاخد ديسيجن اكشن بقى وتعمل انفستيجيشن وتعمل تحقيق براحتك يعني. بعد كده بيقول له عندي اعمال لحام قطع ولحام باستخدام لمبه قطعيه بتتم في الموقع، انا عايز منك تشرح لي ازاي العمليه دي تتم بطريقه امنه من الالف للياء، يعني من البدايه للنهايه. طبعا انا لسه عامل فيديو قريب على موضوع القطع واللحام والتشيك على لمبه القطعيه، وازاي بيتم التشيك عليها، مين اللي الاوزرايز ان هو يشتغل على الحاجات دي كلها، الابليكيشن او الاستخدامات بتاعتها، المسافات الامنه اثناء التخزين واثناء الاستخدام، المفروض بتعمل تقيس الغازات حوالين المكان، تطفئات حريق، ابعاد المواد القابله للاشتعال. بالاخر كده، من الاخر السؤال ده عايز ريسك اسسمنت، عايز عمليه تقييم مخاطر مبسطه لاعمال القطع واللحام باستخدام لمبه القطعيه بتتم حواليك في موقع. هو انت سؤال جنرال، فجاوب بطريقه جنرال بس بين له من خبرتك لما في ارض الواقع انت فعلا بتشوف الكلام ده، بتحتاج تصريح عمل، الناس تكون فاهمه كل الكلام ده، بيبين له بطريقه مبسطه ايه هي ايه هي اصلا لمبه القطعيه، الابلكيشن والاستخدامات بتاعتها،
ايه المخاطر المرتبطة بيها، الريسكس الناتجة عن المخاطر ديت، الكنترول ميجر المفروض موجودة في الموقع، والكنترول ميجر الإضافية اللي يعني انت هتضيفها عشان خاطر تخلي معدل الخطر أقل ما يمكن. سؤال حلو برضو. حصل خلاف بينك وبين الـ انت رحت مكان شغلانة وقفت شغل، فحصل خلاف بينك وبين مدير إداري أو مهندس مسؤول عن الشغلانة ديت، فراح مكلم مديرك المباشر، مديرك نزل يسر الأمور، هو مكتوب كده يسر الأمور ماشية الدنيا يعني، فبيقول لك أنت موقفك هتبقى عامل إزاي؟ طبعا لا إزاي وأنا هفشخ وهعمل وأوقف وأقول له خلاص اشتغل أنت وأسيبه وأمشي خالص. بكل بساطة كده اشرح له من احتكاكك أو من خبرتك الوظيفة 10 سنين سيفت أوفيسر، 5 سنين مش عارف إيه، فهو بيس راحت خبرة. فبيحصل فراغ، بيحصل ممكن تيجي توقف شغلانه ومديرك بيمشي الدنيا، مديرك بيبقى عنده نظره اعلى منك من ناحيه البروجرس. طب انت بتتعامل ازاي في موضوع توقيف الشغل؟ بتشرح له بقى النقطه بتاعتك، انا دلوقتي عندي شغلانه كريتيكال ما خدوش فيها اكشن، الكريتيكال فعلا عاليه، لو الشغلانه تمت بالطريقه دي هتؤدي لكارثه، واحد هيموت، لا وقف شغل على طول، وقف شغل وبلغ مديرك ان قطعت الشغل في الحاجه الفلانيه عشان 1 2 3 في ثانيه. طب الريسك مديريت، خد وهات، الاحتمالية قليلة الشدة متوسطة، دي عايز توقف فيها شغل بلغ مديرك، يا مدير انا عايز اوقف شغل، عايز مش وقفت بقى، لو قبل كده كان كريتيكال لازم توقف، لا انا عايز اوقف شغل عشان عندي 1 2 3 ومش عارف ايه كده، شوف رايه ايه. طب وقف، طب خلوهم يعملوا كذا كذا الاول، قول للمهندس المسؤول عندك 1 2 3 هتنفذ مش هتنفذ، لا انا عايزك تنفذ كذا عشان تشتغل، وانت شغال نفذ بقية الايه عناصر التحكم المطلوبة كده يعني، تمام، ولغي مديرك في النقطة دي. النقطة التالتة الدنيا بسيطة، الشدة قليلة، الاحتمالية قليلة، مش عارف ايه، بس انت من وجهة نظرك ان الحاجات دي ريبيتد، المهندس مش بيهتم دايما بموضوع الهاوس كيمنج والماتيريال ارينجمنت في الاريا بتاعته كلها في كذا بوينت، فانت بتعمل ايه؟ بتحطها اوبزرفيشن وتبلغها للناس المسؤولة والمهندس المسؤول، وتقول له انت معاك وقت لحد كذا، يوم، 2 ساعة، 10 20، لو ما عملتش كذا كذا هضطر اسفا ان انا اعمل ستوب ورك اوردر وابلغ المدير الاريا بتاعك وهكذا يعني، بس ادي التنسيق. طيب السؤال بقى بيقول له لو انت رحت وقفت شغلانه وجي مديرك مشى الامور، خلاص وقف، وقف يعني الشغلانه مع مديرك، الشغلانه تمت خلصت، روح مكتبك اتناقش مع مديرك، يا مدير انا وقفت الشغلانه عشان كذا كذا كذا، من وجهه نظري ان في 1 2 3 حضرتك مشيتها، ممكن اعرف مشيتها ليه؟ وبالنسبه لي موضوع المشاكل ديت احنا عايزين نتجاوزناها، او من وجهه نظرك هي مش عاليه ان احنا ممكن نمشي الدنيا فيها، خد منه هات كده، شوف وجهة نظره ايه. زي ما قلت لك في البداية، هو عنده بعد نظر، عنده وجهة نظر في النقطة ديت ابعد منك، بيحضر اجتماعات بقى شايف البروجرس عامل ازاي، مهما كان خبرته اعلى منك، فشايف ان الحاجة ديت مشاكل دي ممكن تمشي الدنيا فيها، ويتنبأ المهندس ياخد اكشن، او خلاص الشغلانة دي عدت اكشن في الشغلانة الجاية 1 2 3، نسق معانا نوتيفيكيشن، هل هو كان عامل كوردينيشن معاك، هل انت لما تيجي توقف لازم تبلغ مديرك، وهكذا يعني، زي ما احنا قلنا في النقطة دي. سؤال مهم، يا سؤال حلو يعني. بعد كده بيقول له كورساتك ايه؟ طبعا النبوش، فبيقول له ايه هي النبوش، وليه بنطبق السيفتي، او ليه بنطبق السلامه، او ليه اصلا يعني السيفتي تيم ليه بيهتم بالسيفتي داخل المؤسسات وكده يعني. طبعا النبوش بتديك كده، عارف انت بتديك كواليفيكيشن معينه انك تبقى سيفتي لللاين مانجر يعني، عارف بتريسك الدنيا، بتكنترول الريسك اللي موجود في الاريا عندك بطريقه كده مبسطه وبطريقه مفهومه، والحاجات الوسائل التحكم اللي بتاخدها ان هي تبقى ابلايد في الموقع يعني، حاجه ممكن تو بي ابلايد يعني، ممكن تطبقها في الموقع فعلا، مش حاجات بتطير، مش عايز المهندس يطير في الموقع، لا انا بدي له حاجات كنترول ميجر يقدر يطبقها والحاجات دي كلها. فهو بيسالك ان بوش اللي بنطبقها، موضوع السيفتي اللي بيتم تطبيقه، زي ما احنا لو نفتكر موضوع ميلفيس مورال ريجا فاينانشال سوشيال مورال، كحاجه اخلاقيا كده من صاحب المؤسسه انه لازم يهتم بسلامه وصحه العاملين عنده في الموقع، ليجال اللي هي مطالب قانوني اصلا يعني، انك لازم تهتم بسلامه الموظفين عندك، فاينانشال اللي هي حاجه ماليه ان انت بتمنع الحوادث، بتقلل عدد الاصابات، بتحافظ على سمعه الشركه، مش عارف ايه، سوشيال بقى الحاجات دي كلها يعني. السؤال اللي بعد كده، انت كسيفتي، طبعا الناس احترام للسيفتي خوف منه شويه، ريسبكت اعلى شويه، مش عارف ايه كده، طبعا الاحترام لازم يكون متبادل من الجميع يعني، بس انا بكلمك من وجهه نظر العماله، فصعب بتلاقي واحد يشتم حد بتاع سيفتي قدامه يعني، او يشد معاه او الكلام ده كله. فبقول لك انت تعرض لموقف زي دوت هتعامل ازاي؟ يعني جه عامل شتمك ضربك خلافه يعني، هتعامل ازاي؟ اول حاجه انا بس هقول له ايه هو نوع الاكشن او نوع الخلاف اللي حصل، مجرد على صوته عليا العامل،
لا العامل شتمني، لا العامل ضربني، لا العامل مسك آلة حد ولا بتاع وكان هيخبطني بيها او خبطني بيها او الكلام ده كله، فانا بشوف نوع المخالفه الموجوده. بعد كده بعمل انفستيجيشن للنقطه ديت وبطبق البوليسي بتاع الشركه، مش بقى رفعت الايدي تسوت الرؤوس زي ما بيقولوا، ما ينفعش ان هو شتمنا اروح اشتمه وضربنا ولا اضربه، اهدى بس كده وركز واعمل انفستيجيت وطبق البوليسي، سواء البوليسي بقى بيوم خصم، 10 ايام خصم، اسبوع، ريليز من الموقع، على حسب البروسيجر. بعد كده بقى حقق ليه العمل، ايه اللي خلاه يوصل لكده، ايه اللي خلى العامل يوصل مثلا ان هو يشتمك او يغلط فيك، عشان تشوف الاسباب ديت ان هي تحلها. لو المشكله كانت عندك انت او انت اجريسيف مع الناس او خلافه، او انت بتتشدد في حاجات صغيره، حاول تصلح من نفسك. في لاج بوينت مفقوده بينك وبين العامل او بينه وبين السوبرفايزر ومش عارف ايه، في العامل نفسه كان مضغوط في نقطه معينه، المهم تعرف ايه هي الاسباب الجذريه وحاول تحلها بطريقه سليمه ان هي تمنع الحاجه دي تحصل. يعني طبعا يعني كسيفتي كل شويه عامل يغلط فيك او يشتمك او تنضرب او الكلام ده كله مش حاجه حلوه يعني. سقاله سقالة تم اعتمادها وعليها كارت خضراء، ليه بنخلي العمالة تلبس حزام أمان؟ ده كان السؤال الأخير. سقالة تم اعتمادها عليها كارت خضراء، ليه بنخلي العمالة تلبس حزام أمان؟ طبعا الوضع كله بيرجع لتقييم المخاطر عندك في الموقع. أنت في الموقع عندك بتقول أي سقالة لازم حزام أمان، سقالة بقى كارت خضراء، سقالة أثناء الإنشاء بنخلي السقالات يلبسوها، وريفر، عمال طلع عليها، مهندس طلع يبص على حاجه معينه، لازم حزام، ده بروسيجر الشركه او تقييم مخاطر. بس ان جنرال بتقول له بنرجع لموضوع تقييم المخاطر والقوانين المحليه، القوانين المحليه المرتبطه عندك انت. مثلا قانون محلي في مصر يقول لك 4 متر ارتفاع لازم وسيلتين حمايه من السقوط، سواء حمايه الجامعه اللي هي مثلا هاندريلا ومدريلا والكلام ده كله، ونظام الوسائل الشخصيه لحمايه من السقوط زي حزام الامان، قانون ملتزم بيه. بخلاف كده الاستاندر بيتيح لك احد الوسائل، حالات خاصه بس اللي بيقول لك لازم وسيلتين حمايه، ده قانون مثلا زي الستاندر زي الاوشا او البريطاني او الكلام ده كله. طيب بصفه عامه بقى، وبرضه بيسالك من خبرتك احتكاكك بالموقع، ليه بتخلي العماله تلبس؟ اول حاجه ثقافه العامل. العامل مثلا طلع على سقاله اعتمدت ان هي سقاله امنه ومنصه عمل ويطلع يشتغل عليها، بس ساعات اوقات بتشوفها والغالب عندك بتلاقيه يعمل اوفر ريتشنج، عايز يوصل لمكان معين، مش هروح ابني سقاله تانيه فبضطر اطلع المتر دوت في الهاندريل او المدريل، فعلى الاقل يكون لابس حزام وربطه، فعشان كده انا بلزمه ان هو يلبس حزام الامان. نقطه تانيه، انا عندي ثقافه مثلا البرادين واللحامين ماسوره هتعدي، لا ما بينسقش مع السقالات عشان مثلا ايه يفتحوا له فتحه معينه وبعد كده يحموها، لا هو بيشيل البلاتفورم وعدي يا عم الماسوره فكك، ففي ادى المشكله دلوقتي، ادى النقطه دي، ففي فتحه دلوقتي لو واحد طلع من غير حزام ومشى هيقع يموت، فعشان كده انت بتلبسه حزام ان شاء الله، يعني حاطط النقطه ديت كنقطه تقييم مخاطر متطلب عندك في الموقع بتاعك. إيه بعد كده، انت شايف من وجهه نظرك الناس اساسا مش كواليفايد قوي، انت مجبر ان تعتمد الناس معينه، السوبرفايزر بتاعهم مش بيهتموا دايما بعمليات الفحص في السقالات، الفحص اليومي او الفحص الاسبوعي او الفحص الشهري او الكلام ده كله، فانت على طول اي ناس تطلع او على حسب تقييم مخاطرك للشغلانه دي في الاريا دي السقاله دي، تمام، بتقول كل العماله تلبس حزام. سوبرفايزر المهندسين لو سقاله خضراء وما فيهاش فتحات والكلام ده كله مش لازم يلبسوا حزام، لانهم مش بيعملوا شغلانه بايديهم، مش هيعملوا اوفر ريتشنج، مش عارف ايه الكلام ده كله. في بعد كده بيقول لك الحزام ممكن يستخدمه كانقاذ في حاله الطوارئ او الكلام ده كله من على ارتفاع، يعني في كذا بوينت تقدر تناقشها معاه، ليه بنلبس حزام امان على السقاله. ادي الاسئله بتاعته ببساطه يعني، ومعلش انا طولت في الفيديو دوت، بس اسئله كويسه يعني، انا احب الناس اللي تسال اسئله ريليتد لي الموقع العمل، فعلا خبره، احتكاك بالارض الواقع، اسئله تعتمد على التفكير وبتقيس بتتعامل ازاي مع المواقف، مش عارف ايه، مش ارقام بقى وارقام خياليه ويسالك مش عارف ايه لا. شكرا وبالتوفيق للجميع.